ما في حكي بعد هالعزب. صباح الخير. كيفك؟ اهلا وسهلا استاذ. يعني ياسمين رح ترجعي لي، ارجعي لي شي مره، ارجعي لي. هي النغم الاصيل واللحن ما بيموت، اكيد الصوت اللي بيسرق كل اذن ليروح فيها لبعيد لفوق الغيوم مع صاحبه الصوت الملائكي فيروز وارتباطها بصباحاتنا. اليوم زينب رح نغوص سوا بهالرحلة مع أنغام العود الشرقي مع مايسترو وفنان بعزف ألحان السيدة فيروز. ندخل أيضا بتفاصيل الحالة الفنية يلي غذت روح الفنان مثل ما غذت روحنا مع الأستاذ جوان قرجولي مدير عام دار الأسد للثقافة والفنون وعازف العود المبدع. صباح الخير ويسعد صباحك. مرسي. صباحك فيروزي. مرسي كل أجزاء. يسعد صباحك مايسترو. خلينا نحكي، يعني حسيناك تأثرت كتير، غمضت عيونك وعم تعزف وهيك رايح مع الرحابنة وفيروز، عم تعطي من كل قلبك. قديه هذا اللحن وأيضا فيروز السيدة فيروز قديه بتعني لك؟ أول شيء صباح الخير مرة تانية لكم. صباح الورد. فيروز بكل بساطة هو الصوت الملائكي، والملائكة موجودة بالسماء، وبالتالي كلنا بنعرف أن الملائكة بتصلي، فصوت الملائكة صلاة. لذلك لما بنسمع فيروز أو لما بنعزف فيروز أو لما بنغني فيروز عمليا بنكون عم نصلي. حقيقة هذا الصوت يعني أقل ما يقال فيه أنه هو الصوت الحريري، صوت الحريري جميل. في مثل ما بنعرف الآلات الموسيقية إلى أنواع وماركات، صحيح. فمن أفضل الأنواع بآلة الكمان تحديدا العالمي بيقولوا لها ستراديفاريوس. أعتقد أنه صوت السيدة فيروز وستراديفاريوس بي 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 يعني بلا منازع. لذلك نحن لما بنعزفها بنعزفها بأسلوب يعني مثل هلا ما شفتوا عزفت بموضوع مختلف شوي عن يلي بنسمعه نحن بالعادة، لكن هو هاي الموسيقى بتعطيك مجال للتأمل، بتعطيك مجال لأنه تعزفي بفرح، بتعطيك مجال لأنه بنشاط، هي حقيقة شاملة. نعم. أستاذ جوان خلينا شوي ندخل على حياتك الخاصة ونعرف كيف خليت عسل ولور يسمعوا فيروز، يبلشوا يمكن من هنن وببطن أمهم طبعاً. على أنغام الموسيقى بشكل عام، ولكن لفيروز حالة خاصة طبعاً. وبتخيل عند الأستاذ جوان أكيد في حالة خاصة، يمكن لأولادك وأيضا لكل حدا بتقابله أو للأولاد يلي بتشوفهم عندهم طبعاً. موهبة، كيف بتخليهم يعشقوا النغمات الفيروزية؟ هلأ شوفي، أول شيء حتى يحبوها ما بغني لهم إياها أنا. أوكي. بس تعزف لهم إياها إذا سمعوها من صوتي يعني مشكلة. حقيقة أنا مثل ما تفضلتي يعني إذا بدي أقول على أطفالي أول شيء على عسل ولور،
فهن صحيح مدربين من هن واجنة ببطن امهم يسمعوا كل انواع الموسيقى بما فيها فيروز، لانه بالمناسبه فيروز مو بس الصبح تنسمع. انا بحب اسمع بالليل يعني حقيقه هي هيك. هلا الخطوه الثانيه اللي عملتها معهم بانه كل ما يفيقوا الصبح على فنجان القهوه مع امهم، امهم بتحط لهم فيروز، فصاروا هن يطلبوها. صارت عاده يمكن كمان. كيف صارت عاده يمكن بالضبط. تقليد بعدها بشوي لما كبروا شوي صرت اخذهم على الروضه او على المدرسه، فبالسيارة. حتى صارت بنتي الكبيرة يعني بلحظة بتسمع صوت اللي هي فيروز، بتسمع صوت اللي هي عم تقلد فيروز بس هي مو فيروز. صارت تعرف. تتميز. تمام. هلا إذا بيجي لأطفالي الآخرين اللي هن طلابي يلي بيزورنا بمعهد أوتار بيشوف إنه في عندي أطفال. هلا في عندي صف اللي هن كيجي 1 اللي هن لور، بنتي لور ويعني 3 سنين ونص أعمارهم، بتلاقي حافظين أغاني فيروز لأنه كل درس في أغنية لازم يغنوها من تك 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 يا أم سليمان ونحن ماشيين. وطبعاً أنا بلاقي لهم إياها بطريقة أني برسم لهم قصة الأغنية على اللوح. يعني مثلاً خليني أقول مثلاً تك 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 يا أم سليمان، برسم لهم هيك بتضحك يعني واحدة بنت إنه هاي اسمها أم سليمان وهذا أبو سليمان وهي الحقلة وهي الشجر وهي خوخ ورمان، خلاص حفظوها، زرعت ببالهم هون كقيمة بصرية. صحيح. وبالتالي صاروا يغنوها وهذا شيء جميل كتير حقيقة. وفيك تشوفي هلأ تزوري وتشوفي الأطفال عمرهم 3 سنين على الأقل حافظين 6 أو 7 أغاني لفيروز، ما صار لهم شهرين يعني. هذا كتير شيء مهم يعني كمان مايسترو، خاصة أنه نحن بسوريا كل السوريين عايشين لسه على صوت فيروز. صحيح. وأخذينه تقليد وفاي تمام تفاصيل الحياة. صحيح. خلينا نحن نسمع منك شيء كمان هيك. يلا. خاص لفيروز، تفضل. شكرا. استاذ جوان، خلينا شوي نغوص بتفاصيل الحفلات يلي عم تصير بسوريا، ويلي يمكن من اغلب الحفلات دائما في اغنيه او تنتين للسيده فيروز. أكيد. اليوم الاصوات السوريه والموسيقى السوريه والعزف السوري ايضا قديش ابدع بهي الحاله، لانه هي بتخصه، لانه فيروز يمكن صدح صوتها وكان لها خصوصيه كثير بالشام. لا شك، مثل ما بنعرف يعني فيروز لها ثقل الفني بالعالم حقيقة. صحيح. وعند السوريين تحديدا نحن هيك في نعتبرها من عنا يعني. صح. من حفلاتها في المعرض مثل ما شفنا بالتقرير إلى الأغاني الوطنية هلأ بنحكي فيها، ونحن بحفلات الموسيقيين كلها ما في حفل حتى في المطاعم إلا ما يغنى لفيروز ولو أغنية واحدة. نحن من فترة قريبة من 15 يوم تقريبا عملنا حفل كامل لزميلة ميس حرب، وكان تحية لفيروز، وحقيقة نحن كنا بدنا نساويها اليوم بس الدار مشغولة بتحضير لفعالية يوم الثقافة، فكنا بدنا نعملها بذكرى ميلاد السيدة فيروز. الحقيقة أنه بالنهاية هذا كنز
حضاري كبير نحن بنعتز فيه، ومثل ما قلنا هو فن شامل. هلأ كنا عم نحكي مع ضيفكم اللي هلأ بده يجي فيروز، ما رح أقول مين. فيروز مو بس رومانس، يعني بنسمع الأغاني الرومانسية بنسمع فيروز، بنسمع الأغاني اللي فيها شوية دراما حزينة بنسمع فيروز، بنروح على الوطني بنسمع فيروز، بنروح على الترتيل بنسمع فيروز. يعني ما حدا بيرتل بعد ما ترتل فيروز، وما حدا بيغني وطني بعد ما تغني فيروز، ما حدا بيحكي بالانتماء ما حدا بيحكي بعد فيروز حقيقة. لذلك هي مو بس غنت كنا نتلاقى من عشية ولا حبيتك بالصيف، لا كمان خبطت قدمكم، كمان شامو يا سيف، كمان يا مريم البكر، ما هيك؟ صحيح. هاي حقيقة. كان في تنوع مثل ما قلت استاذ جوانا، يمكن عايشة كل الحالات طبعا. ايه بالرحابنة وفيروز. خلينا نحكي كمان شوي عن شو اللي بيميز الموسيقى، ما انه طبعا عم نخوض بالموسيقى وعم نسمع منك الحان جميلة، شو بيميز موسيقى الرحابنة؟ هي الموسيقى القريبة للقلب ما فيها تكلف، واللي عم طبعا عم يسق لها هذا الصوت الملائكي. هلا مثل ما بتعرفي عنوان الجمال هو البساطة والتغيير دائما. بتلاحظوا بألحان الرحابنة البساطة، اللحن اللي بنسميه نحن السهل الممتنع، هو واصل إلنا مجرد نسمعه مرة أو تنتين بنحفظه. والتغيير اللي هو شوي بتعد عن جزء من الموسيقى العربية اللي لها علاقة ب خليني أقول الموسيقى العيار الثقيل، اللي هي مو كل الناس كانت تتذوقها، هي حقيقة فقط للسميعة. فيروز لكل الناس إذا بتلاحظوا. بالمناسبة أنا نسيت أقول عن فيروز كمان أنه هي مو بس عندها بعد إنساني وبعد وطني، حتى عندها بعد قومي. يعني هي لما غنت للقدس ما حدا غنى للقدس. لاحظوا كيف هي سيدة عندها هذا الالتزام، هذا الإيمان بقضية معينة. هي سيدة عربية، بتقول هي عربية لبنانية. نعم، فهذا نعم. شيء كتير مهم. فلذلك إذا بنجمع كل هالعوامل، الصوت الجميل، الإمكانية اللامحدودة، الإحساس العالي، الرحابنة، وطريق مدرستهم خليني أقول في الموسيقى، بتطلع ظاهرة مثل فيروز. ولا أعتقد أنه هذه الظاهرة يمكن تتكرر، رح تتكرر مرة ثانية. ما أعتقد يعني، وإن شاء الله أتمنى. هلأ نحن منقول يمكن يطلع غير فيروز، يمكن يطلع اتجاهات أخرى، لكن هاي الحالة اللي جمعت فيروز والرحابنة وغير الرحابنة أيضا. يعني فيروز من الناس اللي كانوا يغنوا حتى الأدوار. يعني أنا هويت وانتهيت سمعانه من فيروز أنا. مثل ما سمعانه من سعاد محمد. تمام. لكن هي حالة حقيقة، نحن سعيدين أنه بالعالم العربي في عنا فيروز. وأنتوا بتعرفوا، ما بعرف إذا عندكم هالمعلومة، الآن أغاني فيروز تصدح في كل العالم. كل دول العالم تسمع فيروز، حتى اللي ما بيحكوا عربي بيقولوا في شيء قريب. وذكاء من الرحابنة أنه بعض الأغاني اللي استخدموها استخدموا فيها الألحان المعروفة الغربية، مثلا يا أنا يا أنا اللي هي السيمفوني 40 لموزارت مثلا، أو حبيتك بالصيف مثلا، هي أغنية فرنسية كل العالم بتعرفها. فهذا اللحن مجرد يسمعه بصوت حريري مختلف بعيد شوي عنهم بيكون جميل وحلو حقيقة. أكيد. وللموسيقيين السوريين يعني قديش برأيك أنه اليوم هن عم يقدروا يكرموها للسيدة فيروز من خلال يلي عم يقدموه؟ يعني قديش اليوم نحن عن جد فخورين بتقديم هيدا النغم والغناء، إن كان من مثلا من دار الأسد عم يطلع حقيقة لأنه قديش يعني هيك كلمة للموسيقيين. يعني برجع بقولك نحن كموسيقيين فيروز، السيدة فيروز، الفنانة الكبيرة فيروز، سفيرة النجوم، هي جزء منا. ما في عازف بسوريا، عم بحكي بسوريا على ما بلش تعلم يمكن غير بأغاني فيروز، وإلى الآن بيعزف مني وكل الموسيقيين والفنانين. حتى يلي اختصاصهم كلاسيك أول ما بيطلب بتلاقي بيطلب بلش يطلب فيروز. أغاني فيروز. فهي جزء منا حقيقة، وشهادتنا مجروحة فيها. بس أنا بقول أنه قد ما كرمناها أعتقد نحن منكرم حالنا لما نعزف أو بنسمع لفيروز. أكيد. أستاذ جوانا، يعني في أغنية مميزة هيك بالنسبة لك خاصة بفيروز بتحب دائما دندنة أو تعزفها؟ سمعنا كمان شيء. رح أسمعك بس أنا المشكلة أنه كل أغانيها جميلة، لأنه فيها كتير اتجاهات مثل
احسن مع كل شيء. اقرب شيء لقلبك شو هي طيب قبل ما تسمعنا؟ مشكلة انه كلهم يعني انا موسيقي بالنهايه. شوفي الموسيقي بيتزوق كل الاتجاهات فكل شيء حلو. يعني اليوم في البدايه خطر ببالي فورا، بالمناسبه انا كنت محضر اعزف شيء ثاني، لكن بس طلعنا هوا غيرت رايي وعزفت شيء اخر اللي هي كنا نتلاقى. كنت بدي اعزف اللي هلا بدي اعزفها اللي هي فايقه هوا. يلا خلينا نشوفها. يا هوا كلها ذكريات هالغنية. ما هيك؟ كلها ذكريات. أستاذ جوان عن جد يعني هيك ما قلنا قلب. أنا اسمحوا لي. نوقف. ما قلنا قلب عن جد نوقف عن سماع هالألحان. تسلمي الله يخليك. شكرا كثير على هالصباح اللي بياخذ العقل. صباحك. أستاذ جوان بعيدا عن السيدة فيروز خلينا نحكي بختام لقائنا لليوم عن نشاطات الدار وعن يمكن 2018 مثل ما سمعت هيك بالكواليس مخبيت لنا كثير من النشاطات وحفلات يمكن متنوعة وعديدة رح تكون لأنه الدار يمكن فاتحة أبواب لاستقبال يمكن اغلب الطلبات المناسبه صحيح. والتي تليق بدار الاوبرا. هلا حقيقه نحن بلشنا استقبال طلبات ومعنا لسه ل 15 12. بعدها بتجتمع اللجنه الكبيره الموسعه يلي هي مشكله من رؤوس هرم المؤسسات الموسيقيه او الفنيه بالبلد يلي هي العميدين المعهدين العالي الموسيقى والمسرح وانا طبعا ومدير التقنيات عندنا في الدار وبعض الموسيقيين الخبراء، قائد الفرقة السيمفوني، قائد الفرقة الوطنية للموسيقى العربية، مدير عام مؤسسة السينما، رئيس اتحاد كتاب العرب، رئيس اتحاد التشكيليين. على أي أساس بيتم اختيار من قبل هاي اللجنة؟ هلأ هو هيدي اللجنة في عندها معايير معينة بتختار الفنان. المعيار الأول وهو الأساس هو الأداء الفني. المعيار الثاني الجماهيرية والانتشار، خليني أقول الانتشار الإعلامي خليني هيك سميه، أو الموهبة العالية اللي بحاجة لدعم. يعني هلأ في عنا صبية أتمنى تساعدونا مثل ما ساعدتونا سابقا بأن دعمنا بعض الفنانين مثل ليندا بيطار وميس حرب. هلأ في عنا صبية عم نبلش ندعمها هي عبير البطل. نعم. عبير عملت حفل كتير حلو. نوجه لها تحية لعبير. نوجه لها تحية لعبير. هاي البنت السنة الماضية لما عطوها قرار أنه يعني وافقوا أنه تقدم فهو لأنه بنت تستحق. وبالتالي أعتقد هلأ بـ 2018 رح نساعدها كمان شوي لحتى يطلع عنا نجم ثالث إضافة لليندا وميس اللي نعتز فيهم أصدقائنا. المعيار الثالث هو ممكن يكون هو ما له ملزم، عضوية نقابة الفنانين ما له ملزم، لكن أيضا المعيار الأخير وهو المهم جدا الأولوية للأكاديمية. الأولوية لكن هذا لا يعني أنه إذا في
إذا في شخص غير أكاديمي 5% يلي عادي هلا نخصم معاه 5% لا لا أنا شوفي بما أنه حكينا بالإدارة ما بقرب على المصاري أبدا ما بحب لا بس بعمل شغلة أصعب من المصاري عقوبة يعني هلا بيجي بياكل بهدلة نعم تفضل هذا لا يعني أنه الفنان يلي ما عنده دراسة أكاديمية ما يكون متميز يعني نحن مثلا شام كردي هي ما أنا دارسة أكاديمية لكن هي صوت. سيدة تقف على المسرح حقيقة بأناقة وتغني بجمال بافاروتي اللي هو اسم معروف ما كان بيقرأ نوتها مثلا فهي اللجنة بتقرر أعتقد تجتمع ب 15 واحد لمدة أسبوع بشكل يومي منقرر حفلات 2018 هلأ نحن بهذا الشهر عنا ب 23 عنا عيد الثقافة يعني بعد بكرة أعتقد رح يكون في عرض كتير حلو وفي مفاجأة رح تكون بالبهو فوق ما رح أقول لكم عليها تعالوا أنتوا شوفوها بس مفاجأة جميلة جدا وتعرض لأول مرة في سوريا في شيء بده ينعرض هو سيعرض لأول مرة في سوريا يوم الخميس تاني يوم يوم الجمعة تاني يوم عنا حفل للفنانة الكبيرة ميا دبسيليس الأحد في عنا كمان هذا أنا أطالبكم الآن بيوم الأحد تساعدونا بالتغطية هذا الحفل فوراً. الحفل هو تسلمي ما بتأثروا اسمه إلى المسرح إلى المسرح هو مشروع الأطفال المهجرين والمتضررين والاحتياجات الخاصة موجودة ببلد نقلناهم من مراكز الإيواء رح يغنوا رح يعزفوا على مسرح الأوبرا وفي مفاجأتين من العيار الثقيل جداً جداً ما رح تقلنا عليهم؟ أكيد لا بتجوا بتحضروا بس هيدا بجلس خطوة تانية خلينا ننوه هذا الحفل الثاني السنة الماضية قدمنا حفل هالمرة العيار أثقل بكثير ومفاجأتين حقيقة من العيار الثقيل وفيني أقول أنه من الحفل السنة الماضية الصبية الصغيرة اللي اسمها أنسام قدمت حفل بإيطاليا من أسبوعين أو من 10 أيام الكليب اللي عملنا لها 2,400,000 مشاهدة حلو بعتقد هذا شغلة كتير مهمة بعدها بيومين عنا حفل لقصائد بدوي جبل قصائد مغناة وأيضا عنا حفل الفرقة السيمفونية الوطنية ب 28 شهر رح تشاركنا مغنية أوبرا سورية عايشة مغتربة بسويسرا هي سمية حلاق ودكتور غزوان زركلي كمان رح يكون مع الفرقة السيمفوني بعدها عنا الفرقة الوطنية للموسيقى العربية ندخل بعدين بجوقة الفرح وعياد الميلاد وانت ونهاية مسك الختام بهيك نشاطات يعني استاذ جوان موفقين بكل شيء بتعملوه واسعدنا انه يكون هيك عم زين صباحنا بهي الالحان الفيروزيه الجميله شكرا لك استاذ جوان شكرا كثير ويمكن قد ما تفكرناكم عن جد ما هيك ممنون فيكم حقكم دار عم تعمل عمل كثير مهم العازفين السوريين يمكن عم يقدموا شيء كثير مهم استاذ جوان الله يخليك ويديمك ونحن بنفتخر بشخص مثل حضرتك ويعطيكم ألف عافية وختامة مع حضرتك أوكي؟ يلا جوان شكرا لك اكيد يعني من سالون الناس يا ليا رح نروح على دمشق وطف